الملازم أول حسن مزار من كتيبة الحدود. يعمل الملازم حسن قائدا لأحد الفصائل بكتيبة الحدود، وهو أكبر ضابط في سريته، وقد ساهم بكفاءة في العمليات في عمليات الكتيبة. وفي أحد العمليات كان الملازم حسن قائدا لأحد المواقع، فقام العدو بهجوم على موقعه من مسافة قريبة، فأصيب الملازم حسن في صدره وجنبه، وبالرغم من خطورة جراحه فقد استمر يقود رجاله لصده الهجوم، واستطاع جنوده قتل أحد أفراد العدو وإجبار الباقي على الفرار. ولقد بقي الملازم حسن يعاني من جراحه دون أن يؤثر على معنويات رجاله لمدة ساعتين، لحين وصول طائرة عمودية لإخلائه. إن الروح المعنوية العالية ورباطة الجيش في الملازم حسن من أروع الصفات في عرف قوات السلطان المسلحة، ولذا استحق وسام الخدمة الممتازة.